السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم، شجعان بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كما كتشوفوا اخوتي، اليوم بغيت ندوز لكم كربونيطه مباشر اليوم مع داك 12 ديال النهار، يعني بعد الحجر الصح. بقاو معنا. سلامي هنا نهارا تكون السعديق كربونيطة مباشر عن الشاطئ. كربونيطة تكون السعديق نهارا ربحان كربونيطة مباشر قيم في كيل ناخ أقنا أبقادين إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله عاتير نكون شي بخير وعلى خير إن شاء الله. هنشينا أبقادين قيم في كيل هذا غادي اخوتي. بقاو معنا ندوزكم ان شاء الله شاطئ كربونيطة مباشر، يعني اليوم مع 12 ديال النهار غادي نصوبوا شويه، يدينا شويه د الوقت ومن بعد ديريكت نخرجوا ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، نهاركم الصحه ديالك ان شاء الله. كربونيطة مباشر نهارك قدر الخميس ابي غسل نهار قد سخصكم هنا، سمحوا لي اليوم راه السبت ماشي الخميس، اليوم راه السبت. يعني اليوم ارى يعني ثالث يوم باش ترفع علينا الحجر الصحي على الشواطئ كما كتشوفوا، وحنا معاكم. بقاو معنا خويا كيما كاين خايف ما هكا مش توران انا حسن الزرمه كيما كاين. بقاو معنا كتشوفوا القهوة راه حالين اخوتي، السلام عليكم. القهوي قاسم هاكا هذاك من وقت الطاركية مشوارا يود انا كندير قهوة مشوارا وقاعد ندير قهوة مارا ازمنت، يعني الحمد لله كلشي يعني قريب يرجع كلشي لطبيعته ان شاء الله، ما بقى والو. وبنا نخصو غير شوية الصبر وصافي، نخصو غير شوية الصبر وصافي، راه الصبر هو كلشي. اللي يقدر يصبر يوصل اي حاجه صراحه. احنا يا قريب نوصلوا الشاطئ كربونيطة، احنا وصلنا نعطيو شطوره ميتنا انسب الطوبين هو ان شاء الله لكم التعليق من كتبها بقيمتك كيف شطوره مع الباركيه قي عمار. كرافونيطة اخوتي مشطورة، كرافونيطة مشدة القهوي قازمة مشطورة، القهوي راه حالين كيما كتشوفو، القهوي الجاي اخرى عاوتاني حالين كيما كتشوفو. كرافونيطة حتى نتا يعني ماشي عازم الجو مشي جا هذا كرافونيطة كيما كاين نخ نحط نخ زعما يسمعني. كما كتشوفوا المناظر ديال الكرافونيطة كما كتشوفوا الجهه اخرى، كما كتشوفوا الناس كاع يعاونوا هاد كما كتشوفوا باش تورا المناظر ما شاء الله الصراحه. غادي نشوفوا الجهه اخرى هكا غنمشي نغني هنا باش تورا الطريق كرافونيطة
في التوارم كاين ممشان رائع بزاف قبل شويه تعماني ولا نتسنى نمشي التوارم المنظر دا زوين بزاف كاين المنظر رائع هاكا نمشي التوارم تعومان بيه وخان هاكا نغيب كنا تعومان المنظر دا رائع نمشي انا قليل ولا السنة هاد البلاصة قليل اللي كيعرفو كيما كتشوفو كما كتشوفوا خوت واحد المنظر زوين هنا في كرابونيتا انا كنسمي هذا كلشي كرابونيتا يعني كاين شي بلايص هما كما كتشوفوا هنايا الدراري راه كيعوموا هنايا يعني هذه ماشي كرابونيتا بالحقيقه ولكن كاينين الناس ما كيعرفوش هذه البلاصه هذه راه كنمشي توراه ميتنا نمشي انا قليل ولي السنة هاد البلاصه قليل اللي كيعرفها كما كتشوفوا الناس كيعوموا هنا كيعرفوا اللي كيعرف هاد البلاصه يعني كيجي هنايا وصافي كما كتشوفوا المنظر رائع لكن أنظر كرابونيتا السقا ما زمشي طلع غنشوفو كرابونيتا من هنا كيفاش كتبان بقاو معانا كنتي كنخيط معاكم السعدة في كرابونيتا نهارا سكود راس المج السعدي غنبدا نجي نسوى داير وخا تكون ديال السعدي خصها راس المج يعني خود را اش كنبدا السعدي مليح كنتي كيفنا المناظر إذا دا المناظر زوينين بزاف كاين منظر هنا زوينين بزاف كيما كتشوفو المناظر إذا خوتي المناظر المليح بزاف يعني وين خاص ياسن هادي السعدة هدا يعني العطلة النص يجن شحال المواقع هدا خطير المواقع خطيرين بزاف الصراحة زوينين بزاف شوف الحجر كيبان في وسط الماء كيما كتشوفو الحجر كيبان في وسط الماء يعني كلشي ديالها الطبيعة ديالها يعني داخل الماء كتشوفو يعني واحد المنظر رائع واحد المنظر رائع كما كتشوفوا كرابونيتا من هنايا كرابونيتا كما كتشوفوها هذا المنظر زوين بزاف ها كنشوفوا راه هنا كرابونيتا هسه كرابونيتا بقاو معنا راكم تستعدو كرابونيتا هسا زي الجبل هاكا مشيت ورا غيتنا كرابونيتا هسا شوف على المناظر شوف على المناظر اخوتي المناظر زوينة بزاف هما الناس هادوك كيبداو يعني يصادفو معنا خوتي حنا نوريكم داكشي اللي عجبكم كيف اللي كنت غير مارد حق القازبط مش توارا اقل قهوه القازبط مش يازن مشتورا مع السعدي قمت كربوني داس الجبل يعني كنت عايش بها بزاف المنظر هو اماني مليح بزاف كيف كيف الطبيعة يعني هاد البلاصه زوينه بزاف اللي بغى يعوم هنايا كاين الناس اللي كيوصلوا هنا بزاف باش كيعوموا او ما كما كتشوفوا الدراري هنا راه كاين اللي كيعوموا دابا اللي ورا السبت كما كتشوفوا يعني كيعوموا هنا في اي بلاصه عندي لان هاد البلاصه هادو زوينين بزاف ما كيعرفوهاش الناس كاملين قليل اللي كيعرفها باش تورا ما يفما والناس خصها ديال سناجي حتى يعوم باش انا دم مليح الصراحه خصوصا الدراري كيمنا 100 باصل واصل الناس يعوموا الصراحه هاكا ينبغي نعاود تمشي تورا ما يفما شوف هاي قضيات عمان ديال عرفتي مش تورا بيهم يعني يجي منظر رائع لان الطاسي ظن وسيني مش انا دلم مليح بزاف اني خصني نسعى خلق الاوقات من الصراحه يعني بحال مناظر كلشي دايس كلشي دايس اقدر اني نحضر السيزي بحارين اخرى نتمنى ان شاء الله تكون هذا لايك لايزكم بخير و شتوارا تيكوش انا
نبقى قليل و نسنن يعني مش نبيض بزاف ديم فيك بقى السقار بغاوم شوي اكثر. قربت لكم شويه باش تشوفوا كما كتشوفوا كان واحد المنظر زوين هنايا كما كتشوفوا الدراري او ملي كانوا كيعوموا قبيله هنايا باقي كان واحد المنظر زوين الصراحه. اللي بغى يعوم يدوز وقته هنايا راه واحد البلاصه زوينه بزاف الصراحه. اجي نمشي مليح بزاف هاي تما اللي خصنا ديسا ديسا ديرو قدا كما جيت الصراحه هكشي اللي لازم ندير حبش انا قربنا اكثر كما كتشوفوا الناس با هو كيطلع يعني كدير لنا كدير الرياضه ومنها كتعوم يعني حتى الرياضه راه حتى العوم انا راه رياضه نيت. ها هو كما كتشوف كراب هادي راه كراب نيت كما كتشوفوا الناس كيعوموا لداخل داخل في وسط البحر يكون الناس يوضعوا الفن ديروا سن البحر باش ترمي هنا باش ترمي يعني تجي المنظر ده رائع الصراحه. كنت اسندس العائلات ولا العائلات كان دو خاص العائلات اسندس دو نقصد كيما دات العائلة واش غير مونيستان الصراحة العائلات المليحة ومشا نقصد كيما العائلة هذا كيما العائلة هذا كيما محترم الصراحة ومشا رائع ومشا تعجبني ومشا انا بزاف الصراحة لأن قليل وكي سندس مشا انا وقليل قليل ودي سندس الصراحة انا حكي سندس دو السيان انزا يعني من زي تعجب الحد ليس ازرا ليس طبيعة غضا كيما كتشوف خوتي فيها الطبيعة الداخل كتبان لك يعني من الماء كتبان لك الطبيعة داخل البحر. شوف على الجبل احنا فوق الجبل دابا كما كتشوفو ها الشنقة سنجي الجبل كاين تكيما ها كما كتشوفو راه حنايا عاليين دابا كما كتشوفو ها حنايا جينا فوق منهم نيشان كما كتشوفو الدراري راه كيعومو يعني المنظر ده رائع الصراحة. هما الدراري خرين على الثاني كيبغيو يعوموا في داك البحر اللي لهيه كيما كتشوفوا هكا حنا جانا غنيت من الازون ندعو من الجيت تاني من واش سينا مشانا بعد هذه السن اللي مشى نلم مليح بزاف الصراحة كوني خصها ديال هذه عوما زعما مشان رائع الصراحة مشان تما ما انا كنت غاينا زعما ويتعجب كامل ويتعجب الصداع ويتعجب يعني ليمونه من الطاس كنمشانا مخير الصراحة شو راه يعني يجمش رائع الصراحة. هذا ما يتعوم انت لمزين على التنوار جدا يعني يجمش صراحة مش انا ويجب ورعق الصراحة الطبيعة الطبيعة شوف اخوتي على الطبيعة كده زاتي يتمع الطبيعة مش ذلك مش الطبيعة ما شاء الله الصراحة بزاف دي وذن والسينة مش انا وكذا يعني خسارة والسينة مش انا الصراحة مثل الحسين ما زال قديم مش هنغني ان شاء الله نكتشف ان شاء الله تكتشفوا معنا حتى انتم ان شاء الله يعني كونوا معنا باش تشوفوا داك الشيء اللي خصو يتشاف او ما الدراري غادي باش يعني يصلي في البحر كما كتشوفوا طالعين هكا باش تشوفوا ميتنا يعني جا نتابع باش نطلعوا في البحر يعني كيف المنظر مليح بزاف الصراحه. نتمنى بايتنا انكم يعجبكم الفيديو وانتم اخوتي يعجبكم هذا الفيديو هذا لان هذا الفيديو راه يعني ما يكون واحد الفيديو في المستوى يعني تعاونوا معنا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وما الدراري اخرين عاود ثاني غادي يعاودوا ثاني هما اخرين يعاود ثاني كما كتشوفوا اللي كيعرفوا هاد البلاصه راه كيجيو لهنا بزاف الصراحه. دابا نسولهم نشوف شنو غادي يقولوا لنا غادي نسولهم ها هما هادو اللي ترى بغاو يهبطوا كما كتشوفوا بغاو يهبطوا باش يعاونوا يعني هاد البلاصه هادي زوينه بزاف امشي سرامي تما امشي انا مليح بزاف احنا طلعنا الفوق دابا باش نصوركم الجهه اخرى هاكا نمشي نوريد الصراحه باش نكتب هاكا الدراري مشيت ورا هاي تما تعوم عندي الجهتين الدراري نغني مشيت ورا مقايتا هذا هو هذا عوما يعني نقول مشى دقه من الملح وني يستنى مشى انا لقيت عزتي تعوم هذا الصراحه قليل ودي يستنى مشى انا مشى لكم تسعه ديال الروحه هاد البلاصه قليل اللي كيعرفها كما كتشوفوا هاهما الدراري هابطين باش يعوموا حتى انا ما كرهتش نعوم هي انا ما عنديش الوقت وصافي الصراحه انا ما كرهتش نعوم الصراحه باش واش خايف ما نعوم الوقت ولكن ان شاء الله نهارين سهران ان شاء الله هذا هو غا
غثر يسقط عجب ديرو سد تعمي غادي يزطاس لان غادي يجي الماء تعجبه بزاف. كيما كاين ان شاء الله كنت خير الفيديو السني تبعث فيديو ان شاء الله يتغير زين زي ترى يوسف كيما كاين ان شاء الله ان شاء الله مري تبابي لا ميدو هذه نعم نهار ان شاء الله كيما كاين نخ وان شاء الله كما يعجب الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.